النجاح، يعني احنا دلوقتي بنقيس النجاح بالارقام. الحمد لله. انت بقى وقتها كان النجاح شفتيه ازاي؟ شفت حمدت ربنا ان يعني الجهد سمع الحمد لله. سمع ده ما كانش فيه ولا قهوه ولا سوبر ماركت بيبقى فاتح. يعني الناس كانت حابه المسلسل قوي قوي، ولسه عايز لسه بعض الناس يقولوا لي يا حاجه ونيسه يا حاجه طبعا ونيسه. طبعا طبعا يعني يمكن الضوء الشارد كان علامة كبيرة قوي قوي لكل الفن العربي، يعني حقيقي والله، ومثال نجاح كبير قوي. وكان في فنانين حلوين، كان كل الكاست ممتاز الحقيقة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، بلاقي تصريحات حضرتك واضحة ومباشرة ومتقاربة، يعني الضوء الشارد بنجاحه الهائل الجماهيري ده، مثلا ألاقي تصريح لحضرتك قلتي أنا ما بحبش أعمال البلطجة، مش ما بحبهاش، ما بحبش العنف لا. ده والطريقه دي. الانسان الحاجات الانسانيه مهمه جدا. الحاجات اللي بتصيغ وجدان المواطن مهم جدا جدا جدا. لكن البلطجه والسلاسل والسنج والحاجات دي احنا مالنا ومالها. ايوه. قبل كده في لقاء تلفزيوني قلتي إيه لما الراجل بيبص على واحده حلوه وانتي زوجة ممكن تعديها عادي، لسه عند كلامك؟ لسه. طبعا يعني احنا لازم لما رجالتنا تبص. اسمعي. نعم. النص الاولى حلال حتى لا يكون الخادم تبع. الله 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 الله. يعني نتغاضى عن النظرة الاولى. لا. طب امتى نتخانق؟ طب انت نفسك لما بتشوفي واحدة حلوة مش بتبص لها؟ طبعا. طيب ليه صح. هو بقى ما يبص؟ صح. يبقى طب دي النظرة الأولى، نتخانق في التانية؟ لا، التانية بقى نتطلق. طيب لو احنا جينا قلنا عايزين فنانة، هي طبعا مش هتبقى على قدر نجومية حضرتك، ولكن احنا عايزينها تجسد أو تقدم مسيرة الفنانة القديرة الكبيرة سميحة أيوب، شايفة مين في الفنانين الموجودين دلوقتي مصر ولادة ينفع تبقى في يوم من الأيام نفس مسيرة سماحة أيوب؟ حنان مطاوع يا حبيبتي. بتشوفي فيها ايه؟ بشوف فيها فنانة جميلة جدا جدا، وفاهمة هي بتعمل ايه، وفاهمة الرسالة كويس، وموهوبة. موهوب حقيقي حقيقي. يعني بتشوفي ان حنان مطاوع الأقرب لحضرتك؟ قوي قوي. طيب مين من الفنانات الاخريات بتشوفيهم كنت بتراهني عليهم وظلوا وبقوا وكانوا قد الرهان ده؟ لا كتير كتير. ما يعني منى زكي كانت مع حضرتك في الضوء الشارد. كنت شايفاها ازاي في بدايتها؟ لا رائعه رائعه. بيبقى باين يعني الابداع والحضور والفهم والقبول. بيبقى باين كله. حضرتك طبعا يعني متابع الضجة اللي عاملها افلام فيلم اولاد رزق. سمعت ان عامل دخل فظيع وعامل حاجات فظيعة واتصرف عليه برضو فظيع. بتشوفي العمل ده ازاي من وجهة نظر فنانة؟ انا ما شفتوش، لما اشوفه اقدر احكم. طيب واحمد عز ماله؟ يعني كفنان حضرتك بتشوفي مكانته دلوقتي، وضعه كفنان ماشي على خطى ثابته؟ ما انا ما لازم اشوف. ما انا ما شفتش اولاد رزق عشان اقدر احكي. تعرفي ان رامز جلال في مره قال لفنانه كانت داخله كده برنامج بقلب بتاعه، حكيت حضرتك عارفاه، قال لها انت فاكره نفسك سماحه ايوب؟ شفت التصريح ده ازاي؟ شفتيه ازاي؟ يعني شفته ظريف يعني. يعني بيقول اي حد يعني ما تعملش نفسك كبير. ايوه صح. شفتي يعني التصريح ده شفت ضحكتي لما شفتيه؟ طبعا طبعا، هو دمه خفيف جدا. كلمه من حضرتك لكل جمهورك تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه وبلدنا بخير ان شاء الله. حبيبتي بخير ونورتينا واسعدتينا. إيه.